رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودلوقتي جه ميعاد اخر اخبار نجوم هوليوود. طبعا العالم كله كان بيتابع حفل ام تي في يوروب ميوزك اووردز، واللي فاز جاستن بيبر بخمس جوائز في الحفله دي، افضل اداء وافضل مطرب وكمان افضل ديو. النجمة إيما ستون وأندرو جارفيلد أعلنوا انفصالهم بعد علاقة استمرت حوالي 3 سنين. مش بس إيما اللي أعلنت انفصالها، كمان البيك سوبر ستار هالي باري أعلنت انفصالها للمرة الثالثة عن جوزها الثالث، وهو الفنان الفرنسي أوليفي مارتينز.